السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتشغل جوه جوجل شيت وبتشغل جوه الإكسل. يعني على سبيل المثال هنا مثلا هيبدأ هو يشوف في كلمة مثلا الكوفي ماشين is broken، ده الفيدباك. فهو هنا about ايه كوفي ماشين، هنا بقى هيبدأ هو يستنتج ايه اللي احنا بناخده. تمام، هياخد من هنا مثلا اهو. تمام، فهو بقى بالذكاء الاصطناعي هيستنتج ايه اللي المفروض ان هو ياخد نفس الكلام، فيبدأ يشوف I really like the culture here. خلاص يبقى هو بيتكلم عن الكاتشر، ويبدأ يعمل analysis للمحتوى. فكده الذكاء الاصطناعي هيبقى موجود معاك في الاكسل، وهيبقى موجود معاك في الجوجل شيت، ويشوف برضو الحاجات دي هل هي نيجاتيف ولا بوزيتيف. طيب ال response هيكتب لك بقى يعني ملخص للموضوع. تمام، ويابلو جايز الرد عليها. تمام، خلي بالك مختلفة كل واحدة عن التانية، فده يعني عندك يعني كأنك موظف سكرتير محترف، مجرد تقول له يساوي AI وبعد كده تكتب اللي انت عايزه وهو يبدأ يتعامل معاها. في اكتر من فانكشن تبع الشات جي بي تي تقدر ان انت تستخدمها جوه الاكسل وجوه الجوجل شيت. برضو ممكن تعلم الشات جي بي تي تقول له انفر، وتبدأ بقى تديله الأمثلة، هو يبدأ يتعلم منها ازاي يجاوب وازاي يحلل البيانات من الجزء اللي انت اديتهوله. فانت بتعمل له نوع من انواع التغذية او التغذية العكسية، ان انت بتديله المعلومات اللي هو يتعامل معاها. زائد ان هو شات جي بي تي، فانت يعني بتستفاد بالقوة بتاعته. اكتب لنا رسالة شكر مثلا للأسامي ديت على الهدية الفلانية. تكتب لك الرسالة اهوت، وانت تروح ايه واخدها. كتب لك رسالة، انت مجرد بس قلت له ظبط لي الرسالة، ولاحظ ان مش كلهم واحد، يعني تختلف من حاجة لحاجة. تمام، يعني مش هي كوبي بيست وخلاص، لأ ده نظبطها ايه. انت مش لازم بقى تكتب او تبقى حافظ الفانكشن، لأ انت ممكن تقول له كده بالانجليزي هات لي الافرج بتاع العمود التاني مع العمود الاولاني وضربهم في الخامس، كتابة عادية خالص، هو يفهمها ويعملها لك على طول. راح اداك الدالة، تقدر ان انت تنسخها وتحطها في الخلية. ولو في اي دالة فيها صعوبة تقول له اشرحها لي، يبدأ ان هو يحولها لك للانجليزي العكس اللي فات، فتقدر ان انت تفهم الفكرة بتاعتها. تقدر تستخدم جوجل شيت والاكسل. طيب عشان الفيديو بتاعنا يبقى كامل نبدأ نشوفها ببلاش. بيقول لك نشوف الاسعار، في فري وفي $10 في الشهر، بيكون في امكانيات اكتر.